شكلها هندسي، اما بتبقى ابره مستقيمه او منحنيه.
لكن على السكيل الصغير ده مش هتلاقي. فمجرد ان انا هرسم خط مستقيم مائل بهذا الشكل في جدول ماشي كده رسمت المنحنى الخارجي بغير ده بتاعه. ابتديت منين؟ ابتديت من ورا من هنا مديت على الخط وبعدين ابتديت المنحنى وبعد كده الابره. المنحنى الخارجي بقى بتيجي العكس، ابتدي من الابره عمودي كده على السكه واقوم راسم ابره موازيه ليه. تمام؟ ومحتاج بقى اوصل المضيق ده للمضيق ده. فامسح الجزء ده كده. المنحنى الداخلي ده اللي هو اصلا النقيض ده بدايته فين ونهايته فين؟ ما تفرقش معايا على السكتش. لكن انت لو بترسم في سكيل الدنيا هتطلع مظبوطه معاك وهتعمل فيلت ريدنس معين او اوفست هتلاقي الدنيا مظبطه ومظبوطه. لكن علشان ترسم سكتش احنا هنظبط الدنيا شويه. بدايه المنحنى الداخلي ده فين ونهايته فين؟ ما تفرقش معايا خالص. اللي يفرق معايا حاجه واحده بس، ان المنحنى ده لا يلامس كعب الايه؟ ده يعني ما يجيش وانا بعمل المنحنى ده اقوم داخل بيه كده كده دي كده يوسف. العجله اللي هتخش على السكه الفرعيه دي هتعدي منين؟ لازم المنحنى يبقى بعيد عن الكعب كده ماشي؟ دي بس الحاجه اللي تخلي بالك ايه؟ منها. فهبتدي اوصل المنحنى ده اجي هنا لازم يكون في هنا مسافه كده بين المنحنى وبين الكعبه. واضح؟ البدايه دي بقى جت فين؟ والنهايه جت فين؟ ما تفرقش معايا. مسافه كده باينه بيضه ولو مللتر على بس. ماشي؟ بس المنحنى ما ينفعش الكعبه كده. خلاص؟ كده رسمت المنحنى الخارجي في رجله والمنحنى الداخلي في رجله. هيبقى قايل تقاطع بتاع التقاطع بتاع المفتاح هو تنظيم المتقاطعين ماشي؟ بنعمل ايه؟ بنمسح الطبيبين دول كده يبقى المثلث ده كده مقفول على بعضه اللي هو بنسميه قالب التقاطع والطبيبين دول بنبنيهم بالشكل ده اللي هم بيشكلوا لي ايه؟ بناءين واضح؟ الفجوه اللي حصلت في حافه السير بسبب الطاقه ده بقى منها بواسطه ايه؟ معوجه. فاهم؟ شايف الحته الفجوه الفاضيه دي؟ عمودي على الفجوه دي كده عمودي على السكه او حاطط معوجه السكه الرئيسيه وعمودي على السكه الفرعيه هنا كده او حاطط معوجه السكه الفرعيه. دي كده المكونات بتاعت المفتاح كامل. ماشي ماشي ده عمودي كده من الفجوة هحط المعوض ايه لازمة المعوض ايه بقى المعوض انت ما خدتش المعوض مش عارف. طيب المطلوب مني ايه في المفتاح؟ استحسب طول المفتاح من بدايته للنهايه. طيب بدايه المفتاح، المفتاح كان فيه كام بدايه؟ كان فيه كام بدايه للمفتاح؟ ثلاث بدايات. ثلاث بدايات. نقطة التماس والوصلة قبل سن الإبر وسن الإبر نفسه. فإحنا في الحسابات هنتعامل مع بداية واحدة اللي هي سن الإبر. دي بدايه المفتاح بالنسبه لي. طب نهايه المفتاح كان ليه كام نهايه؟ كام نهايه؟ اثنين نهايتين. النهايه الاولى اللي هي بنسميها النهايه المختصره او نهايه البقاء. ودي بتتحقق امتى؟ لما يتحقق مسافه عرضيه محور السكه الرئيسيه والفرعيه مقدارها 175 مسافه ثابته. هقيس كده مسافه 175 بين السنتر لاين ده وده عشان ما تتحقق ايه؟ اتحققت هنا يبقى دي النهايه المختصره للمفتاح. طب المسافه دي هقيسها ازاي؟ عموديه على السكه دي ولا على دي ولا عموديه على ايه؟
هقيسها عمودية على النص زاوية ايه؟ زاوية أرضا زاوية جميلة جدا. طيب النص الزاوية هو الخط الواصل من مركز المفتاح لسن التقاطع. لو وصلت الخط كده من مركز المفتاح لسن التقاطع الخط ده هينصبني الزاوية أرضا، تبقى الزاوية دي 4/2 الزاوية دي 4/2 وبالتالي المسافة اتش اللي هي المسافة العرضية الحقيقية اللي احنا هنقيسها هقيسها عمودية على النص الزاوية دي مسافة اتش اللي هي رقم ثابت اللي هي 75 هقيسها عمودية على النص الزاوية هتحدد لي نقطة على السنتر لاين هنا ونقطة على السنتر لاين هنا النقطة دي بتمثل النهاية المختصرة للمختبر ماشي النهاية الأخرى كانت فين؟ مع بداية ظهور الفلكات المنفصلة. بداية ظهور الفلكات المنفصلة بتيجي بعد نهاية التقاطع كده بشوية اللي هي أول فلكة منفصلة هتظهر لي بعد المفتاح اللي هي يا دوب هحط فلكة للسكة دي وفلكة للسكة دي يبقى يا دوب رسم خلاص بعد كده ما يتدخلوش. دي أول فلكة منفصلة بعد كده دي فلكات منفصلة لوحدينا ودي فلكات منفصلة لوحدينا، لكن المسافة دي كلها بتبقى فلكة منفصلة طويلة شوية، وطولها كل مدى بيزيد عشان تشيل أربع أطفال مع بعض. اللي هي المسافة بينهم بتوصل. فبداية المفتاح سن الإبر ونهاية المفتاح عندي الحاجتين. استفادة المفتاح هيبقى مطلوب مني إن أنا أحسب طول المفتاح. بما إن في حاجتين هيبقى في طولين. طول مختصر وطول كلي. قبل ما نخش في تفاصيل حسابات المفتاح الابره لوحدها ليها حسابات فهنتكلم الاول عن حسابات الابره الابره اللي هي الحته دي كده لوحدها والابر من حيث الشكل الهندسي عندي نوعين هما في الواقع ثلاث انواع بس هما نوعين اللي بنستخدمهم. أول نوع بنسميها إبرة مستقيمة. يعني الإبرة دي عبارة عن خط مستقيم. لو رسمنا الكوف بتاع الإبرة ده مطبق بالشكل ده. آدي قضية الجنب وآدي الإبرة دي عبارة عن خط مستقيم كده. نظريا المفروض الخط المستقيم ده يقابل حرف كتير قضية الجنب بس ده هيتفاوض ان سمع سن الابره يكون صفر وده عمليا ما ينفعش لازم سن الابره يكون صفر ولا 3 4 مللي ماشي لذلك الابره دي هتتقطع قبل نهايتها كده بمسافه طيب احيانا بنتغلب على الوضع ده واخلي الخط ده يوصل فعلا لحبه السير قضيه الجامعه من غير ما اخلي سن ايه؟ سن الابره بصفر ازاي؟ ان احنا بنخوش شويه في التاج جنب التاج بتاع قضيب الدم وبين سن الابره جواه بحيث ما يبقاش فيه اي جزء منه بيبقى فيه ثقب في سن الابره 4 5 مللي بس مش باس على قضيب الدم بيبقى باين جوه نقص حته كده بحيث السن يبان جواه ماشي فالجزء ده اللي هو ثقب سن الابره مسافه صغيره قوي دي بنسميها دي في معظم الاحيان بتبقى بصفر في معظم الاحيان ولو مش كده مفيش اي معلومات عنها هنحسبها او هنظرها بصفر. نعم. المفروض الخط ده عشان اوصله يقطع الخط ده لازم يكون السيكنس بتاع سن الابره زيرو. طبعا عمليا انا ما اقطعش الابره برفعها بس مش لدرجه انها تبقى زيرو. ده عمليا ما ينفعش. طب ايه الحل؟ يا اما اختصر جزء من طول الابره بحيث يبقى عندي سيكنس معقول اللي هو السيكنس ده ماشي يا اما اخطف في تاج القضيب من الدم بحيث ابين سن الابره جواه عشان ما يبقاش فيه اي جزء من سن الابره ماشي وده غالبا اللي بيحصل كيف في ايا كان الحاله دي او دي كان يبقى فيه سيكنس في سن الابره يمكن فرضه كتير وممتاز المسافه من نهايه الابره هنا
لقضيه الجمع اللي هي بنسميها حد وتعب ايه دي؟ فاكرين لما رسمنا قطاع في نهايه الابره كان عباره عن قطاع قضيه الجمع وجنب قطاع الابره زي بالظبط. فاقل مسافه ممكنه ما بينهم حقبه السير هنا حقبه السير هنا دي اللي هي بنسميها حد وتعب ايه اللي هي عرض الفش بتاع حد عرض الفش بتاع حد ماشي؟ طول الابره طول المايل ده هيبقى ايه؟ اللي هو الاس. يبقى مطلوب مني احسب ثلاث حاجات في الدنيا. اولا الميل هي اس ودي 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 ممكن نفرضها بزيرو ماشي هرمون دي المعلومات. طب ايه اللي انا عايز احسبه فيها؟ عايز احسب ثلاث حاجات زاويه الدخول على الابره وزاويه الخروج من الابره وطول الابره في اتجاه السكه. طول الابره في اتجاه السكه اللي هو الاسقاط بتاعها. المسافه دي هنا الاسقاط بتاع طول الابره في اتجاه السكه هسميه اس 1. طب ايه هي زاويه الدخول والخروج بقى؟ القطر المفروض ماشي ستريت كده في امان الله. فجاه لقى ابره قدامه جايه فين؟ هينحرف بهذا المقدار من البيت. هيغير الاتجاه ويدخل على الكتاب. الزاويه اللي هيغير فيها اتجاه القطر دي بنسميها زاوية الدخول على الركب. ماشي؟ اللي هي الزاوية عند سن الركب. طب وزاوية الخروج؟ هو في نهاية الإبرة هيكون مايل القطر بزاوية قد إيه على الفوالي؟ هتبقى دي زاوية الخروج من الإبرة. طبعا دي مش هتظهر على الإبرة المنحنية، الإبرة المستقيمة بتكون زي بعض. ليه؟ لأن المماس للمنحنى والمنحنى ده مش منحنى ده خط مستقيم زي ما هو نفسه خط مستقيم فزاوية الدخول والخروج هنا قد بعض. لكن لما يكون الابرة شكلها منحنى مش خط مستقيم هيبقى زاوية الدخول هي الزاوية بين المماس للابرة وبين قضيب الجنب عند سن الابرة. اجي عند سن الابرة ارسم المماس للمنحنى اشوف ميله على قضيب الجنب يبقى دي زاوية. طب وزاوية الدخول؟ اجي في نهاية الابرة ارسم مماس للمنحنى بتاع الابرة وميلوا على قضيب الجنب تبقى دي زاوية ايه؟ الخروج زي ما بيظهر كمان ان شاء الله. طيب انا عندي هنا عند سن الابره الزاوية دي كده هي دي زاوية الدخول على الابره ايه؟ القطر بدل ما كان ماشي كده هيمشي كده انحرف بزاوية ايه؟ طب زاوية الخروج الزاوية بين المناس اللي هو نفس الخط المستقيم وبين قضيب الجنب دي زاوية الخروج ايه؟ دول اللي احنا عايزين نحسبه. طبعا الابره المستقيمه سهله وهي خالص. لو جيت كملت الخط ده كده هتعمل مثلث فائض هنا هيبقى الضلع ده دي ماينس تي على اس هيديني ساين ايه؟ ساين ايه؟ ساين ايه؟ هيساوي دي ماينس تي على اس. بما انها مستقيمه يبقى البيتا تساوي بيتا. ويبقى الاس 1 تساوي ايه؟ تساوي اس كوزاين اي. دي ثبات الابره المستقيمه. هي مش كده؟ نخش بقى على ثبات الابره المنحنيه. في عندي نوعين من الابره المنحنيه. في ابره بنسميها ابره منحنيه ذات دائره ماسه وابره منحنيه ذات دائره قاطعه. الماسه دي مش هناخدها. انت ضعيف من الناحيه البشريه هنحتاج نطبق الابره الكويسه اللي هي الابره المنحنيه ذات الدائره القاطعه. طبعا دي كده اللي هي الابره المستقيمه. وعلى فكره معظم الابر عندنا والمفاتيح ابر بتاعتها مستقيمه لان السرعات عندنا كلها منخفضه خاصه على الارتفاعات. يعني دايما لما اقدر اخش على منطقه الارتفاعات او اخش على المفتاح اقصى سرعه ليه 30 كيلو حسب لوائح الثقه. لذلك مفيش داعي ان انا استخدم مفاتيح ذات دائره سوري ابر منحنيه ذات دائره قاطعه لان دي بتستخدم بقى السرعات الاعلى. اوكي؟ بس في عندنا منها بس قليل على بعض الله يسلمك. لكن برضه بيصنعوا عليها بسرعه 30 كيلو. ماشي؟
من دي دي مثلا من دي دي المطر اللي هقسمه للنص ده حد يقدر يقول لي الزاوية دي المناخ الوضع دي الزاوية دي الزاوية بين الناس والوطن تساوي ايه؟ علاقتها ايه بالزاوية الرئيسية؟ الصرف حضرتكم؟ الزاوية بين الناس والوطن تساوي نص الزاوية المركزية يعني الزاوية الكبيرة اللي هو مع الدين والزاوية دي اللي هو مع الدين طيب لو رسمت خط من مركز المنحنى من السفة عمودي على الوطن هيعمل فيه ايه؟ هينصب وهيعمل ايه كمان في الزاويه المركزيه؟ هينصب في الجريمة معا طب لو خدت المثلث ده بقى هيبقى الضلع ده اللي هو نص بي دي لو قسمته على ار يديني ساين جمع الاثنين وبالتالي اقدر احسب طول الوتر اللي انا رسمته ده اللي هو دي دي بيساوي 2 ار ساين جمع ده طول الوتر بتاع ايه؟ منحنى الاثنين بيساوي 2 ار ساين جمع الاثنين اوكي؟ دلوقتي بقى اقدر احسب اي حاجه لو جينا خدنا المثلث ده ربنا ده دي وده اي بي اللي هو طول الوتر الزاويه دي كلها كام؟ ايتا جمع على 2 هيبقى ساين اي زائد جمع على 2 بتساوي دي على اي بي تمام؟ الجمع انا خدتها وهي قبل كده يبقى اقدر من المعادله دي اجيب ايه؟ تمام؟ عايز بقى البي طب تعالوا نشوف الزاوية دي، الزاوية دي بتساوي ايه؟ حد يعرف الزاوية دي بتساوي ايه؟ ركز شوية عشان ما تكونيش
زاوية بيتا بتساوي بيتا زائد جاما. عايزين نحسب الـ S1. الـ S1 دي أنا مش موجود طريقة نحسب بيها الـ S1. حد يديني طريقة كده من الأرشفية دي؟ ثبات المتاح زي ما قلنا عايزين نحسب طول المتاح
هو المسافة بين الهيئة والمتاح اللي هي سنة الجبل لغاية نهاية المفتاح. طبعا انا هاخد النهاية الأولى الأول اللي هي النهاية المختصرة دي عند المسافة على الطريق اتش والمسافة دي كده هي طول المفتاح على المختصر. الطول ده تقسمه لجزئين من عند مركز المفتاح اللي هي نقطة تقاطع السنة الرايح دي من هنا هنا هقسم الطول ده لجزئين. الجزء ده هنا هسميه ال1 دبل ليش والجزء ده هسميه ال2. ال1 دبل داش المسافة من سن الإبر لمركز المفتاح المسافة من مركز المفتاح ال1 دبل داش. ال2 المسافة من مركز المفتاح لنهاية التقاطع اللي هي النهاية المختصرة للمفتاح. طيب في نهاية تانية للمفتاح هنكون واخدين بعد تاني بين مركز المفتاح لغاية أول تناحي المفصل المسافة دي هنسميها ال2 داش. ماشي المسافة ال2 وال2 داش بالظبط زيهم في مسافتين في الاتجاه فرع السكك. ال2 وال2 داش المسافة من ال2 من مركز المفتاح للنهاية الأولى أو للنهاية الثانية. طب ما ممكن آخد برضه المسافة من مركز المفتاح للنهاية الأولى في اتجاه فرع السكة ومن مركز المفتاح للنهاية الثانية اللي هي عند أول فرقة منفصلة. المسافتين دول هما هما ال2 وال2 بس هنميزهم في اتجاه قاعدة السكة نسميهم ال3 وال3 داش بس هم قدهم بالظبط من التشابه ال2 وال2 داش. تمام؟ المطلوب مني في حسابات المفتاح ان انا احسب طول المفتاح المختصر اللي هو ال1 دبل داش زائد ال2 طول المفتاح المختصر وطول المفتاح الكلي توتال لينز اللي هو ال1 دبل داش زائد ال2 داش. ده هدف من حسابات المفتاح. عايز تحسب طولين طول المختصر وطول الكلي. ماشي طيب هبتدي احسب الطولين دول ازاي. هنتكلم الاول عن زاويه ميل المفتاح الكلي. زاوية ميل المفتاح ألفا دايما مقاسة كنسبة وكنسبة 2 نقول مفتاح 1 ل 8 1 ل 10 1 ل n حيث الثاني ألفا بتساوي 1 على n. يعني ما بتديلكش الزاوية بالدرجات بقول لك زاوية ميل المفتاح 1 ل 10 1 ل 12 1 ل 14 نسبة بحيث ان الزاوية بتساوي 1 على n. لو جيت زاوية ميل المفتاح كام مرة؟ أصمم وأحسب وأخلص. طب لو زاوية ميل المفتاح مش جميلة؟ مضطر أفضل. يمكن فرض النسبة n بتساوي جذر التربيعي لR منهم على 2 القانون ده لا يستخدم الا لو مش جبت زاوية ميل المفتاح. لو جبت خلاص انساه ولا كأنك تعرفه. طيب والقانون ده بفرض بيه القيمة الام والقيمة دي قد تكون كويسة تتسيب معايا او قد لا تكون. ممكن ارجع اغيرها تاني اعمل اتريشن تاني. ده جاست فرض. طيب الان هفرضها الجذر التربيعي لار مينيموم على بي نار. ار مينيموم اللي هي ايه؟ بالقانون العدد والسرعه اجيب ار مينيموم. اوكي؟ واقربها بالزياده برقم كده في الصفر ولا حاجه. واي واي دي بقى مسافه بتاخد معاها القيمتين اما 1.2 او 1.75.
ودايما بنشتغل على 1.2. ال 1.2 دي خاصة بتقاطع مستقيم، وال 1.75 خاصة بتقاطع منحني. يعني ايه تقاطع مستقيم؟ يعني ايه تقاطع منحني؟ احنا دايما شغلنا على المفتاح في التقاطع المستقيم اللي هو احنا رسمينه ده. شايف المنحنى ده؟ من بعد الابره بدأ المفتاح، نهايته فين؟ في النقطة دي. منطقة التقاطع دي ستريت لاين، خط مستقيم. لذلك بسميه مفتاح ذو تقاطع مستقيم. المفتاح ذو التقاطع المنحني بقى بيبقى عامل ازاي؟ بتلاقي المنحنى ده ممتد لغاية بعد نقطة التقاطع. يعني الحتة دي بتبقى منحنى. وده المفتاح ده مش موجود عندنا ولا بنستعمله. ماشي؟ فاحنا دايما هنا هنتعامل مع المفتاح ذو التقاطع المستقيم وهنتعامل مع الفاكتور هنا 1.2. لو قسمت ارمينيوم على 2.4 تحت اللازم التربيعي هيديني قيمه اقربها بالزياده لرقم زوجي وتبقى هي دي القيمه اللي هي نسبه قيمه المفتاح مش فارقه. اوكي؟ ده فقط في حاله ايه؟ لو زوجي قيمه المفتاح مش كده. اوكي؟ طيب ايا كانت بقى زاويه قيمه المفتاح كده واحد الام او فرضت الام عايز بقى احسب الكولين دول. الكولين دول فيهم ثلاثة بارامترز، ال 1 دبل داش وال 2 وال 2 داش. لو حسبتهم خلاص يبقى كده خلصت الحسابات. طيب نبدأ بحاجة سهلة اللي هي ال 2. ال 2 المسافة من ال 2 المسافة بين مركز المفتاح لغاية المسافة العرضية داش. هلاقيها موجودة عبارة عن وتر في مثلث فائض الزاوية زاويته هنا ألف على 2 وطول الضلع ده عشان اتش على 2. لو قسمت اتش على 2 على ال 2 هيديني ساين ألف على 2 وبالتالي يبقى ال 2 بتساوي اتش على 2 ساين ألف على 2. عايز اتش بتساوي 1.75 اللي هي بنسميها المسافة العرضية الحاجية. سهل ماشي؟ طيب ال 2 داش برضه سهل تحسبها. المسافه من مركز المفتاح لغايه اول فلاته منفصله هنا. هنلاقيها موجوده ضلع مجاور في مثلث قائم الزاويه هنا. زاويته 4 على 2 وطول الضلع ده ضلع المقابل ده طول ضلعه ايه؟ ال اس على 2 نص طول الفلاته. لو قسمت ال اس على 2 على ال 2 داش هيديني تاني الف على 2 وبالتالي يبقى ال 2 داش هتساوي ال اس على 2 تاني الف على 2 حيث ال اس بتساوي 2.6 متر طول فلنكه خشبيه ده ستاندرد طبعا مش كده؟ طيب حسبت ال 2 وال 2 داش اللي هم ال 3 وال 3 شكلهم بالظبط يبقى لي احسب ايه؟ ال 1 دبل داش طبعا الموضوع مش سهل ده هي دي العقده ال 1 دبل داش هي العقده في حسابات المفتاح للاسف ما اعرفش ادخلها في المثلث اجيب لك تاني ساين والكلام ده مفيش ملهاش حاجه. طيب ايه حلها؟ حلها ان انا هحسب طول المفتاح اللي اختصر ده كله فين؟ بس بتقسيمه مختلفه. هاخد بعد قطعه هنا بعد ده هقسمه تقسيمه ثانيه خالص. ولو حسبته بالتقسيمه الجديده وطلعت منه ال 2 هيديني ال 1 ولا ايش؟ طيب التقسيمه الجديده دي عباره عن ايه؟ المسافه من سن الدفعه من هيئه الدفعه لغايه هنا المسافه دي هي ايه؟ ها؟ اس 1 حسبناها في مسافه الدفعه هو اسقاط الدفعه في الجهاز السحري. المسافه من هيئه الدفعه هي بدايه المنحنى لغايه سن التقاطع هنا المسافه دي هنسميها ايه؟ المسافة من
سن الحضاره من هذه الحضاره نسميها سي دي. ماشي. ال 1 دبل داش ما لهاش اي اسم غير دي. اس 1 بلس اي بلس سي 2 ماينس ال 2. ما نعرفش نحسبها لك. طيب زودنا مدنية الحمد لله. ال 2 حسبناها قبل كده، اس 1 حسبناها في حسابات الجبهه، يبقى عندي سي 2 من ايه؟ طيب السي 2 عباره عن ايه؟ المسافه من سن الحقاقه لمكان الحقاقه. سي 2 هل في سي 1؟ طالما في سي 2 يبقى لازم في سي 1. مشكلة؟ ومحد سأل على ال 1 ده ماشي؟ هل في ال 1 ماشي؟ في ال 1 ماشي؟ لازم دول الثلاث بدايات بتاعت الموضوع ده فاكرينهم؟ ال 1 وال 1 داش وال 1 دبل داش لازم. طيب سي 2 المسافه دي هي زيها من خلال فرع السي 2 المسافه من سن الحقاقه لنهايه الحقاقه دي سي 2. فين سي 1 بقى؟ شايف النقطه دي؟ المسافه دي هي سي 1. شئنا وانت بترسم اساسا كان احد الحاجات اللي قلناها قلنا ايه؟ همد الخط ده على استقامته لغايه نقطه هنا متوسطه. ابتدي منها الامتحان عشان يبقى إيه التقاطع ده مستقيم. طول التقاطع ده مش فيه احد انواع التقاطعات، التقاطع ده كله على بعضه بيبقى مظبوط كل واحده. طولها قد ايه الكتله دي؟ طولها سي 1 زائد سي 2. طولها مقسوم جزئين، جزء قبل سن التقاطع اللي هو سي 1 وجزء بعد سن التقاطع اللي هو سي 2. سي 2 متقسم لجزئين، جزء قبل سن التقاطع كله سي 1 وجزء بعد سن التقاطع كله سي 2. سي 1 مالهاش استنتاج رياضي هندسي بتفرق برقم، يا اما بتفرق بنسبه. سي 1 بتساوي 0.16 ان اللي هي نسبه زاويه كلمتين 10 او 12 رقم 0.16 ان اول نقطه ده رقم 2 متر 2 متر و10 2 متر وربع رقم كذا متر بس سي 1 لو هفرضها 0.16 ان اللي هي بعد كده بينها بكذا متر. طب السي 2 سي 2 اقدر احسبها بس مش طيب يعني سي 2 ما اقدرش ادخلها في مثلث وقتها اجيبها ساين وكوساين وكده. لكن اقدر اقول ان سي 2 عباره عن ال 2 ماينس المسافه دي. المسافه دي نسميها ايه؟ سي 2 بتساوي ال 2 ماينس اكس. طب ليه اللي كنا حسبناها اوريدي قبل كده سهله؟ طب الاكس اقدر احسبها سهله؟ كي زي طبعا هي المسافه منين؟ من مبدا الانتاج لغايه سن الحضاره. اه موجوده في مثلث فرض الزاويه. طول ضلعه ده قد ايه؟ جي على اثنين اللي هو نص اتساع السكه. الزاويه هنا الفا على اثنين. فيبقى المسافه اكس عباره عن جي على اثنين على تان الفا على اثنين. فلما اعوض عن ال 2 اكس يطلع ان سي 2 بتساوي اتش على 2 ساين الفا على 2 دي اللي هي ال 2 ماينس الاكس جي على 2 تان الفا على 2 دي مسافه سي 2. فدي لي حاجه واحده بس ايه اللي ايه اللي باقي؟ الكي ماشي؟ الكي هي اللي بقى. طب الكي دي تعرفها ايه؟ هي عباره عن ايه؟ الكي هي الاسقاط الافقي للمنحنى والمسافه المستقيمه سي 1 ايه دي؟ صح؟ الكي
هي انخفاض الافقي للمنحنى والمسافه المستقيمه سي 1. طب الانخفاض الافقي للمسافه سي 1 سهل صح؟ اهي سي 1 اهي دور المايل ده والزاويه دي الفا، يبقى الانخفاض الافقي ليها سي 1 زي الارض صح؟ طب الانخفاض الافقي للمنحنى بقى، عشان اجيب الانخفاض الافقي للمنحنى لازم اعرف الاول نصف قطره ايه؟ وزاوية بدايته وزاوية نهايته. ماشي؟ طيب لو خدنا خط راس من هنا، خدنا من هنا نصف قطر، خدنا من هنا نصف قطر، نصف قطر اللي انا هسميه بار نون، نصف الطول الاولاني ده زاويته ايه؟ بيتا. نصف الطول الاولاني ده زاويته بيتا اللي هي زاويه الخروج من الابره. زاويه الخروج من الابره هتبقى هي زاويه الدخول على المنحنى. ماشي؟ يبقى الزاويه دي هي الزاويه دي زاويه الخروج من الابره. طب الزاويه دي ايه؟ اللي هي عبر هنا من المثلث بتاع السي واحد
كده نفس من الاسقاط الراسي للمنحنى القرطين يساوي له ضعف. هيجيب منه الفرد في علاقات هندسية ما بين الأفراد والسواقين، لا علاقة لا بالسرعة ولا بالعمل. ماشي؟ لو عملنا المعادلة الاسقاط الراسي للمنحنى ار نوت كوساين بيتا ماينس ار نوت كوساين الفا دي سالب جي ماينس دي ماينس سي واحد ساين الفا. واضحة المعادلة دي؟ اسقاط الراسي للمنحنى جبناها بطريقتين مساويين الاثنين ببعض، هتلاقي كل حاجة في المعادلة معروفة فيما عدا ار نوت. نقدر نجيب الار نوت من هنا بتساوي جي ماينس دي ماينس سي 1 ساين الفا على كوزاين بي الفا ماينس كوزاين الفا. ده قانون احفظه تجيب منه الار نوت نصف قطر المنحنى بالفعل، او ممكن اكتبه لك في مجال مش مشكله. طبعا قلنا القانون ده جه منين؟ اللي فهم فين ولا ما فهمش القانون ايه مش مشكله. قد تحفظ القانون او اللي بينهم تعوض فيه بس الارض مش طبعا. ماشي؟ الاثنين هتعملوا بقى. اللي انت جبت الاسقاط الراسي بقلبين وسويتهم من بعض جبت منها قانون. كده جبت القانون اللي هو نفس قطر المنحنى المفتاح. في تشيك مهم جدا لازم اعمله في الخطوه دي. ان لازم القانون تكون اكبر من او تساوي ار مينيموم. ار مينيموم اللي هي ايه؟ من السرعه والعدد. طب لو لقيت ار نوت اقل من ار مينيم اعمل ايه؟ غلط. ما ينفعش احط ار مينيم. هي اساسا الار نوت انا حسيتها باي سرعه او عدد او اي صيغه. ده انا حسيتها بعلاقات ثوابيه وخطاب. ما ينفعش اغيرها كده زيها. دي مربوطه بحاجات كتير. نقلل السرعه. طب اغيرها ازاي؟ نقلل السرعه. ارجع من الاول اغير زاويه كبيره من ده. احنا اوريدي في الاول فرضنا الام بالقانون ده وقلت لك ده فرض ممكن يسيب وممكن لا، بس 95% يسيب. ماشي؟ لكن لو فرضنا ان الار نوت طلعت اقل من الار مينيموم ما خدهاش ار مينيموم، لا ده نرجع من الاول اغير زاويه 2 مفتاح اصغر الزاويه الف شرط، يعني اكبر النسبه ايه؟ لو كنت شغال 1 ب 10 خليه 1 ب 12، شغال 1 ب 12 هتلاقي 1 ب 14 كده بصغر الزاويه الف، لما ازود النسبه ايه بصغر الزاويه الف عشان يسيب معايا. ماشي؟ طب لو المساله مش جايب فيها اساسا سرعه يبقى الار مينيمم اساسا ما تعرفهاش، صح؟ بس ممكن اطلب منك بقى طلب تاني اقول لك احسب لي اقصى سرعه يسكن بيها المحل ازاي؟ ليه نفس المعادله؟ العجله ايكوال بي سكوير على 10.96 ار، احط الار نوت واقصى على اجيب السرعه. واضح؟ نعم. ار نوت جه بي سكوير ايه؟ انا حسبتها ايه؟ حسبتها منها اقدر استنى اقصى سرعه نسمع فيها محمد من القانون بتاعك. واضح؟ طيب ننزل احنا عايزين نجيب ايه اصلا؟ عايزين نجيب ايه؟ برافو عليك يا صاحبي. كده جبنا الارض الحمد لله. دلوقتي بقى نقدر نجيب ايه؟ ايه بتساوي ايه؟ الاسقاط الافقي للمنحنى اللي هو ار نوت ساين الفا ناقص ار نوت ساين بي. الاسقاط الافقي ساين الزاوية الأخيرة على صار ساين الزاوية الأخيرة. ده للمنحنى. ار نوت ساين الفا ماينس ار نوت ساين بي. بس البي مش المنحنى بس ده كمان المسافة سي واحد. والاسقاط الأفقي بتاع سي واحد هيساوي إيه؟ سي واحد كوساين الفا. دي المسافة دي. الحمد لله كده خدناها وكده نقدر إيه؟ نرجع نجيب ايه واحد طب الداش ومنها نجيب طول المفتاح المختصر والكل. ها
هنشوف ده سيستماتيك خطوه خطوه بعد بعد بنحطه على الرسم عشان ما نطلعش ماشي. ورسمنا الرسمه برضه خطوه خطوه عشان ترسمها سيكونس مظبوط وتطلع كويسه. الحسابات بقى مش هتمشي بالسيكونس ده، هتمشي بسيكونس الحسابات ده اللي هو عرضتكم داخل على ال 2 ال 2 داش سي 1 سي 2 R1 A اللي بعد كده داش بعدين تكون المشتقل كله ده السيستم بقى او السيكونس ما جاش بيه ماشي. لكن عشان نفهم مشينا في سيكونس لوجيك حاجه تودينا في حاجه تودينا في حاجه لغايه ما وصلنا للمشروع ماشي. ادي هي دلوقتي الكلام ده. طيب نستحق على نفسنا حاجه تصنع او قبل ما نستحق على نفسنا عايز تاخد بالك من القانون. القانون ده ارض بتطلع في حدود 300 و 500 سنين رقم كبير على حسب ايه زاويه ايه رقم قلت 400 متر مثلا خلاص الارض بتطلع 400 متر. البسط بتاع المعمل عباره عن ايه؟ جي اللي هي كام؟ 1.435 متر 43 ونص مش كده؟ ناقص دي الدي هتكون 16 سم 0.16 ناقص سي 1 ساين الفا يعني بتلاقي قيمة البسط ابراهيم اقل من 1 وبالرغم من ذلك الارض بتطلع كام؟ 400 وده معناه ان المقام مالك صغير جدا جدا واضح؟ فالحسبه بتاع الارض ممكن ازاي؟ سنسيتيف جدا للزوايا بيتا والفا. لذلك قلت لك وانت بتعمل حسابات هتفهم ازاي الزوايا مش اقل من اربع ارقام عشريه. ليه؟ لو حسبتها مره باربع ارقام عشريه ومره بثلاث ارقام عشريه النتيجه هتفرق وهتفرق كتير شويه. يعني ممكن الارنوت تلاقيها فرقت لك ب 20 وال 30 وال 50 متر. انها سنسيتيف جدا للزوايا الفا وبيتا. ماشي؟ فنخلي بالنا من الزاوية ألفا وبيتا على الأقل بتطلب أربع أرقام عشرية. واضح؟ طيب إيه الحاجات اللي ممكن تسهل علينا؟ الحاجات اللي ممكن تسهل علينا إن ممكن أعتبر لما تكون الزاوية ألفا صغيرة أوي يعني النسبة إن أكبر من 10 متجاوزة هنمشيها 10 عشان تشتغل تقريبا بنسبة 10. لما كده تكون زاوية صغيرة قوي نقدر نقول إن ساين ألفا تقريبا قد تاني ألفا. تقريبا واحد على إن. أكتر من كده بقى نص الزاوية. نقدر نقول إن ساين ألفا على إن تقريبا قد تاني ألفا على إن تقريبا واحد على إتنين إن. التقييم ده بقى هيفيدني في ثلاث قوانين. قانون تعليمي بيساوي الاتش على 2 ساين الفا على 2. اشيل الساين الفا على 2 ونحط 1 على 2 ان. الاثنين هتطير ويا اما تطلع في البسط. يبقى بمنتهى البساطه ان هي تطلع بتساوي ان اتش. وبالنسبه ل 2 داش تطلع ان ال اس. وبالنسبه ل سي 2 تطلع ان يجي سوري اتش ماينس لو النسبة ان اكبر من او تساوي 10 اقدر استخدم التقريبات تكون ثلاث قوانين دول ال 2 ال 2 داش و سي ماشي. اوعى تكرر حاجه زي كده ده تاني اسم الدقه عاليه ماشي. وبالرغم من انك هتحسبه بدقه عاليه مش شرط تطلع نفس الرقم اللي في الجدول. الجدول ده بدون تشويس. ممكن يفرق 15 متر. 15 متر من 400 متر نسبتها كام؟ كلام فاضي هي نتيجه الدقه. ماشي؟ تعتبر الرقم الموجود ده هو تختاره وتكمل.
شامل ليه رقم المحتاج. واضح؟ الارمود طلعت من الحسبه دي 378.65 متر. اوعى اشتغل وزنك الكهرباء اشتغل بيها زي كده ليه؟ لانها محسوبه هندسيا اخطاء اطوال وزوايا متركبه مع بعض. اوعى الكهرباء اللي تعمل فيها حاجه زي ما هي معوض بيها عشان تجيب هناك. اوعى الكهرباء مثلا برقم صحيح ممنوع. معلش يا دكتور ايه؟ غير الار دي قانون العجله والسرعه لما بجيبها قلت لك قربها غلط 50 ولا 100 متر بالزياده. تعالي ماشي. احنا احيانا بنضعفها عشان مش هتصير سلس اقلل العجله شويه مش كده؟ لكن دي ممنوع. دي تتكسر بدقه زي ما هي. Thank you.